اهلا 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 بحضراتكم. التكنولوجيا مهمه، طبعا التكنولوجيا مهمه، ليها فوائد من هنا لحد المريخ اكيد، بس ليها مخاطر، طبعا ليها مخاطر، ليها مخاطر متعلقه بنقل الشائعات طول الوقت، ليها مخاطر زي انه الذكاء الاصطناعي بقدر ما هو مفيد بقدر ما هو مخيف. طيب خلونا نحاول نفهم اكتر، احنا بقى الدوله ازاي تقدر تتصدى لهذه المخاطر. سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب، منورنا ومشرفنا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الاستوديو نور النهارده، ربنا يخليك، ده بنورك دايما. التكنولوجيا بتخوف زي ما ليها فايده، صحيح. الى اي مدى تخوف؟ طيب خلينا اقول لحضرتك وبتفق معاك في البدايه ان التكنولوجيا بشكل كبير جدا بتعمل على تحسين معيشه المواطن والتاكيد على ان منظومه التحول الرقمي هتعيد الثقه بين المواطن والحكومه في المرحله المقبله. لذلك طبعا عاوز اكد بس سريعا قبل ما اخش على المخاطر والسلبيات، ان الدوله المصريه وانا بشوف ده قريص صلاه البرلمان داعمة بشكل كبير جدا، والقيادة السياسية في كل لقاءاته وحواراته بيأكد على دعم منظومة التحول الرقمي، صح، ورقمنة الدولة المصرية والأجهزة التنفيذية أو القطاعات التنفيذية. وإحنا بدأنا دلوقتي بشكل كبير جدا الحقيقة بتطبق منظومة التحول الرقمي في أكثر يعني عدد من المحافظات. النهاردة دخلنا على الصعيد والدلتا بشكل كبير، مش القناة بس. ويمكن عاوز أقول أن المبادرة الرئيسية حياة كريمة، محدش واخد باله من دي، سهلت الامر اكتر، لان النهارده خدمات الالياف الضوئيه بتوصل للقرى والعزب والنجوح، صح، واحنا شاهدنا ده ونزلنا جولات ميدانيه كلجنه شفنا ده في القرى والعزب والنجوح لما شالوا الكابلات النحاسيه وركب فايبر. ان شاء الله بقى ده هنشوفه في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه في حياه كريمه. حضرتك النهارده بتتحدث في موضوع مهم، الذكاء الاصطناعي وخطورته والشائعات. عاوز أقول لحضرتك هتحدث عن الدولة المصرية، وهذه دراسات من خلال الباحثين معنا في اللجنة. الدولة المصرية من أكثر الدول التي تتعرض لشائعات، خاصة في فترات لما يبقى عندك استحقاق سياسي أو عندك افتتاح مشروع كبير فيه إيجابية للناس. بمعنى احنا رصدنا في 2018 وأنا وقتها كنت في صالات البرلمان موجود، كنت شاهد عيان على هذا الرصد. 2018 كنا ساعتها في استحقاق سياسي ورصدنا 53 ألف شائعة في 3 شهور، 53 ألف شائعة في 3 شهور، وتصدير حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع. كان في هذا التوقيت هدينا شوية ودخلنا في شائعة أخرى، لكن في هذا التوقيت للأمانة الدولة المصرية بدأت تعي ده جيدا، وبدأ يعمل بقى عن طريق مركز معلومات مجلس الوزراء وعن طريق القطاعات التنفيذية الأخرى الرد على الشائعات. وانتوا حضراتكم النهاردة في التلفزيون المصري بتهتم ده حقائق وشائعات، حقائق وشائعات، تشوف اليوم في طول اليوم الواحد كم شائعة في هذه الفترة. كان الطريقة ده انا بتكلم على 1500 شائعة يوميا في الوقت ده. طبعا كل يوم احنا في هذه الفترة بقى انتشار الشائعات وتصدير حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع بشكل كبير. هدي لحضرتك مثال وده رصدناه، وأول مرة أقول هذا الكلام في وسيلة إعلامية، أنا قلته في اللجنة عندي يعني. بنلاحظ لما يبقى عندي مشروع قومي في سوهاج، وإحنا كنا موجودين في سوهاج افتتاحات مشروعات، طلعت كمية شائعات في سوهاج عشان يصدروا حالة من الإحباط، واتعملت ممولة بآلاف الدولارات، مش ببالغ، بآلاف الدولارات عشان تصدر حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع في سوهاج وتغطي على المشروعات القومية اللي بتفتتح. النهاردة انت بتفتتح مشروع في كفر الشيخ او مشروع في برج العرب في اسكندرية بتلاقي شائعات في هذه المنطقة ويصدروها ممولة عشان تصدر ويغطي على الإيجابيات. طيب كيفية مواجهتها هنقولها. الشائعات بقى احنا داخلين على ثورة تكنولوجية رابعة، والذكاء الاصطناعي والدول دلوقتي بتضع في مقدمه اهتماماتها، واحنا كدوله مصريه والدليل ان احنا عندنا وحدات ذكاء اصطناعي في مصر دلوقتي. حضرتك اكدت على ايجابيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي طبعا له ايجابيات كثيره ولكن السلبيات اخطر، واحنا النهارده بندق نبوز الخطر. ليه؟
لأن احنا ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي بعد انتشاره في الدولة المصرية بشكل خاطئ. ان انت النهارده كنت ممكن تستخدم قبل كده في تطبيقات مختلفة، تيك توك، اي تطبيقات على فيسبوك على غيره، شائعات. انما انت النهارده ممكن تستخدم اخطر في الذكاء الاصطناعي، بمعنى ان انت ممكن تستنسخ، او ممكن النهارده تخش بنموذج محاكاه وتقلد صوت احمد بدوي وتقول تصريحات على لسان احمد بدوي وهو ما قالهاش اصلا. ست نائب، انا بالديب فيك اقدر اخلي النائب احمد بدوي قاعد بيقول كلام صوته وصوره وفيديو وبصوته وبمصطلحاته وكل حاجه، وعمليا ولا قال اي جمله من دول. صح، ده عشان كده احنا في البرلمان، ما انت لازم مواجهته بقى، كيفيه مواجهه ده بثلاث حاجات. اولا وحدات الذكاء الاصطناعي سواء الموجوده في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لابد الحقيقه، وانا شايف ده ان شاء الله يعني متجهين لي، المتابعه والرقابه الجيده. الجزء الاخر تحديث التشريعات. ايوه، تحديث التشريعات ده مهم جدا. احنا النهارده ناقشنا قانون تقنيه المعلومات وهو اولى قوانين السوشيال ميديا عام 2017 اللي هو 175، والصدر والواقع لسيد رئيس الجمهوريه عام 2018. ده انا بعتبره من اهم القوانين واولى قوانين السوشيال ميديا اللي احنا بنقول عليه في الاعلام قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه. هذا القانون الذي يواجه الجريمه الالكترونيه بكافه اشكالها وصورها. احنا في 2017 واحنا بنناقش كنا السب والقصف، الابتزاز الالكتروني، الهاكرز، تركيب الصور للفتيات وربطها بمحتويات منافيه للاداء، ده كله كنا بنناقشه. الذكاء الاصطناعي ما كانش لسه في 2017 تم احنا النهارده لازم هنعمل تحديث لهذا القانون. صح، اعتقد في دور الانعقاد اللي كان، واعتقد ان الحكومه لازم تقدم لنا مقترحات، لان الامانه الشديد في تعاون مثمر بيننا وبين وزاره الاتصالات والتشريع في وزاره الاتصالات بنحدث. ليه يوسف بيه قوانين السوشيال ميديا بيتعمل لها تحديث ومختلفه تماما عن قوانين اي لجنه نوعيه اخرى؟ التكنولوجيا كل يوم في جديد، كل ساعه في جديد. الذكاء الاصطناعي لابد ان احنا النهارده انا شايف دي وجهه نظر الحقيقه، لسه طبعا ما فيش مقترحات، ولكن عقوبات اللي بيرتكب جرائم خاصه بالذكاء الاصطناعي ده امن قومي طبعا. النهارده ممكن تطلع يعني تتكلم بلسان يوسف بيه كلام ما قالوش طبعا، ده امن قومي. تشديد العقوبات هو اللي حقق الرادعه. وفي قوانين السوشيال ميديا الشعب والناس بيبقوا متفقين، الناس مثلا في الابتزاز الالكتروني كانوا يقابلونا في الشارع، ادوا الولاد اللي بياخدوا صور الفتيات دول ويركبوها والبنات اللي كانت بتنتحر وصلوها للمؤبد، بل وصلوها، كانوا يقولوا كده الناس. قوانين السوشيال ميديا من القوانين اللي بتجد اتفاق عليها حتى في المجلس كمان، لما بتيجي نناقشها كلجنه نوعيه وبتعرض على اللجنه العامه بتلاقي عليها موافقه من الاغلبيه والمعارضه. صح، ليه؟ كله عاوز يحمي ولاده، كله عاوز يحمي بيانات المجتمع. لكن طبعا في جزء مهم جدا، الوعي. احنا مشكلتنا الوعي، كيفيه مواجهه الشائعات، كيفيه مواجهه الشائعات. احنا كشعب لما بنلاقي شائعه للاسف، وانا هكون واضح معاك، بنشيرها للاسف، بنشيرها ده بكل الم، بنشيرها. طب انت تاكدت ده ايه؟ احنا عندنا في البعض منا ما حدش يفهم كلامي غلط بيفرح والعياذ بالله في ان دي حاجه مصدره للاحباط، فيقول لك اهدي يا عم اهو، ويروح مشيرها. طب انت جبتها منين؟ مصدرها ايه؟ طبعا بيتم الرد على تلاقي ما ياخدش الرد. فمثل هذه الشائعات الرد عليها بايه؟ وده الوعي، بالابلاغ. الفيسبوك لما بيلاقي الابلاغ عن هذه الشائعه ممكن بعدد كبير من الابلاغات بيتم مسحها او حجبها او حذفها. فده معناه ان لازم يكون في عندي قدر عالي من الوعي علشان اقدر اريبورت انه ده كذب او ادعاء او تضليل او بيشكل خطوره على المجتمع. صحيح. ومن ثم تحذف. هو زي ما حضرتك قلت، انا من اكتر الحاجات اللي فعلا بتشغلني ذهنيا ونفسيا، ليه انا بشير حاجه انا متاكد انها مضره وما بفكرش، وبعدين بتعامل معها بمنطقي ما قلنا لكم. أيوة.
يعني ايه ما قلنا لك وانت مش عايش معايا هنا في مصر يعني. وبعدين اللي بيغيظ ان مثلا تبقى متاكد ان الراجل ده له اخوان ولا له ليه في القصه ولا بتاع. طب ايه ما قلنا لكم دي قلنا لكم ايه؟ انا هستاذنك، احنا معانا كمان على التليفون الدكتور احمد الجمال، رئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي في جامعه روجرز الامريكيه. وعايزين نفهم من دكتور احمد. اهلا بحضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. اولا اهلا وسهلا، كل سنه طيبين. اهلا بيك يا دكتور. احنا معانا داخل الاستوديو سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. وسياده النائب الحقيقه قال لنا اكتر حاجه فيها سرعه في التشريعات عندنا في مجلس النواب كل ما هو متعلق بتشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لانه هي حاله متطوره وسريعه جدا. هنا نسال دكتور احمد، إلى أي مدى بلغت سرعة التطور التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي وبالتالي تشكل أحيانا خطورة داهمة؟ أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي. طبعا في طفرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي حصلت في الشهور الأخيرة من أول شهر ديسمبر اللي فات مع ظهور الشات جي بي تي، ولاحق ده في شهر يناير وفبراير النسخه الجديده من شات جي بي تي اللي هي شات جي بي تي 4، ودي عملت ثوره كامله في مجال الذكاء الاصطناعي، لدرجه ان علماء كتير دلوقتي بيحذروا من خطوره الذكاء الاصطناعي المستقبليه في مجالات كتير. بالتحديد ممكن نتكلم في ثلاث اخطار، منهم الخطر اللي بنتكلم عنه في الحلقه دي، خطر استعمال الذكاء الاصطناعي في انتاج مواد مفبركه سواء صور او فيديوهات او اصوات مركبه لاشخاص، وطبعا مع السوشيال ميديا دي كارثه كبيره، ممكن نتكلم في النقطه دي بالتفصيل. بس مش الخطر الاساسي دلوقتي، مش خطر، الخطر الداهم طبعا وانا حاسينه، بس في اخطار اكتر الناس بتتكلم عنها دلوقتي، زي موضوع سباق التسلح عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا اي حد عنده اسلحه بيتحكم فيها الذكاء الاصطناعي هيبقى عنده ادفانتج او ميزه، السرعه والاكيورسي الدقه، بس ده طبعا ممكن يبقى له نتائج كارثيه في المستقبل. والخطر الثالث الداهم برضو هو موضوع الذكاء الاصطناعي الفائق، كون ان الذكاء الاصطناعي يبقى يسبق ذكاء الانسان ويبقى اسرع من الانسان في ذكائه وفي تطوره، وده ممكن يشكل خطر داهم على البشريه. فدي الثلاث اخطار الحاليه الناس بتتكلم فيهم او بتدسكس المواضيع دي وبتحاول تشوف ايه اللي ممكن نعمله بالنسبه لهم. بالنسبه للنقطه الاولانيه اللي هي موضوع انتاج المواد المفبركه سواء صوت او صور او فيديوهات، طبعا دي مشكله كبيره، واحنا مشكله بنعاني منها في ال10 سنين ال15 سنه اللي فاتوا على السوشيال ميديا. اي حد ممكن يكتب بوست مفبرك ويعمل صوره مفبركه وتنتشر كاشاعه، وطبعا مع الذكاء الاصطناعي الموضوع ده بقى بيتضخم عشرات المرات، ان احنا دلوقتي ممكن نشوف صوره وفيديو ونصدق ان ده فعلا شخص معين قال حاجه معينه او عمل حاجه معينه، وشفنا الكلام ده في الشهور اللي فاتت، صورة مثلا للبابا في روما لابس هدوم مش لابسها ما لابسهاش قبل كده، او صور لترامب وهو بيقبضوا عليه في المحكمه وده ما حصلش، وحاجات زي كده كتير. يعني طبعا الخطوره هنا داهمه يعني، والشيء ده شيء احنا حاسين بيه ان احنا شيء لمسناه في السنين اللي فاتت. طبعا ايه اللي ممكن نعمله بالنسبه للكلام ده؟ الاتحاد الاوروبي في الاسبوع اللي فات بدا يعمل تشريعات للموضوع ده، وهم دلوقتي في الاتحاد الاوروبي سباقين في الموضوع ده. في الصين نفس الكلام، في مناقشات على موضوع ايه التشريعات اللازمه للذكاء الاصطناعي، وفي امريكا نفس الكلام، بس طبعا الاتحاد الاوروبي سبق الموضوع ده وعمل فعلا تشريع حصل له فوتنج او تصويت الاسبوع اللي فات كمرحله اولى لنزول هذا التشريع، وطبعا ده لسه قدامه مراحل مختلفه في الاتحاد الاوروبي. المشروع ده من ضمن الاشياء اللي هي متعلقه بحلقه النهارده، ان هو بيطلب من الشركات اللي بتعمل محتويات للذكاء الاصطناعي يعني صور او فيديو او اصوات، انها تعلم او تحط ووتر مارك او علامه مائيه زي علامه مائيه في المنتجات اللي تنتج بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان احنا نقدر نعرف على طول ان الحاجه دي منتجه بالذكاء الاصطناعي، تلزم الشركات دي بانها تعمل الكلام ده. كويس. واعتقد ده هو الحل التشريعي الامثل والاسرع والاكثر يعني جديه ونفعا، ان نعمل تشريع بيحتم ان اي حد يحط او ينتج او ماده مصنعه بالذكاء الاصطناعي سواء هي صوره او فيديو او 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 او, أو, أو, أو
او صوت ان هو يحط علامه مائيه واضحه تقول ان ده منتج بالذكاء الصناعي، بحيث ان ما يبقاش الانسان يقدر يتخم فيه يعني. واللي ما يعملش كده هيبقى يقع تحت دائره القانون، ان هو في الحاله دي بالفعل الشخص اللي بيعمل الكلام ده وما بيحطش العلامه المائيه دي هدفه هو بس الاشاعات او بس اعمال كاذبه يعني. فده هو الحل الامثل في الحاله دي. بالنسبه للخطر الثانيه للذكاء الاصطناعي، خطر سباق التسلح باستخدام الذكاء الاصطناعي، طبعا ده خطر كارثي يعني. ان لو عندنا اسلحه في بتتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، فاحنا مش ممكن نعرف ايه اللي ممكن يحصل في اي سيناريو. ممكن الذكاء الاصطناعي ده يطلق الاسلحه دي وينتج عن ذلك حروب او حرب نوويه مثلا، وده شيء غير متوقع. وده حصل محاكاه في الجيش الامريكي من حوالي 3 اسابيع في اول شهر يونيو، وكانت محاكاه كارثيه. ان هو كان في محاكاه فيها زي جندي بيتعامل مع درون طائره مسيره، والطائره المسيره دي بتتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، وهو كجندي كان عنده الكنترول، هو اللي يصدر الاوامر. فالذكاء الاصطناعي شايف ان في هدف للعدو وحب ان هو يضربه، واستنى الامر من المشغل. ولما لقى ان المشغل ما اداش الامر، الذكاء الاصطناعي قرر ان هو يقتل المشغل، ان هو شايف ان المشغل هيبقى عائق سبيل تنفيذ المهمه. فده الخطر الداهم، ان انت ممكن الذكاء الاصطناعي يسبق الانسان ويبقى يوصل لموضوع ان هو يبقى ان كنترول للانسان. فدي اخطار داهمه دلوقتي، واخطار وجوديه حذر منها العلماء. والحقيقه يعني الاخطار دي كان في علماء حذروا منها من سنين يعني. مثلا ستيفن هوكينز عالم الفيزياء المشهور قبل ما يموت طبعا، من 5 سنين أو 6 سنين كان حذر من ان الذكاء الصناعي هو اكتر حاجه ممكن تبقى خطر على البشريه، هو شايف طبعا لايمانه بالتطور البشري، ان شايف ان التطور البيولوجي للانسان، التطور الطبيعي للانسان بيسترق ملايين السنين، بينما التطور الذكاء الصناعي سريع جدا. فالانسان لو الذكاء الصناعي وصل لمرحله يبقى اذكى من الانسان، فهو هيبقى هو اللي هيتحكم في الكوكب، فهتبقى مشكله كبيره جدا. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور يعني. الف شكر ليك يا دكتور احمد الجمال، رئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعه روجرز الامريكيه. مسألة التشريع دي كانت لافتة لنظري جدا، مهمة جدا طبعا. هل احنا هيبقى في عندنا يعني طبعا بالتأكيد بعد دراسة مستفيضة ان احنا نقدر نفعل مثل هذه التشريعات، يعني ان انا اي حد هيستخدم اي اداة من ادوات الذكاء الاصطناعي، او بالادق منتجي ادوات الذكاء الاصطناعي هم اللي بيحددوا انه الاستخدام هينتج عنه شيء ما، هذا الشيء يبقى متعلم عليه انه ده معمول بالذكاء الاصطناعي فانا ما انخدعش. دي نقطة. طب افترضنا ان بعض منتجي ادوات الذكاء الاصطناعي ما التزموش بده، هنتصرف معهم ازاي؟ هستأذن نروح للفاصل ونرجع مره ثانيه نعرف الاجابه من سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. استنونا لو سمحتوا. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بسيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. التشريعات في بعض التولز هتلتزم بأنها تحط العلامة، ووارد أنه منتجين لأدوات هيقولوا مش حاطط حاجة. صحيح. طيب أنا بس بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين، احنا خلينا تجربة في قانون تقنية المعلومات ومجافحة الجريمة الإلكترونية لما ناقشناه، وبالأخص في مواد 25 و26 و27. الحقيقة كانت العقوبات في الابتزاز الإلكتروني في البداية كانت حبس مثلا 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 100,000 جنيه. النهاردة لما شددنا العقوبات في الابتزاز الإلكتروني وشرحها كالآتي، لأن ده يهم المواطنين، أنك تاخد صورة فتاة المحتوى بتاعها تهكر عليه وتاخده وتبدأ تبتزها بهذه الصورة، تعمل تركيب عليها وتبتزها عشان تدفع لك مبلغ مالي، دي عقوبة. إذا ربطت الصورة بمحتوى منافي للاداب وبدات تبعت هلا هي البنت تفاجئ ان دي مش صوري دي كده كلام من هذا القبيل، وتروح تحرر بلاغ في الاداره العامه لتخريجها المعلومات، دي عقوبه كده. امال بقى لو شير الصوره دي علنا باكونت فيك على السوشيال ميديا، مؤبد
مؤبد، السجن المؤبد ألف سلامة. وهناك على فكرة وهذه عقوبات، يعني احنا مش بنقول بقى ان احنا دي ملاش علاقة بحرية الرأي عن التعبير، لا لا لا، ده الحفاظ على بناتنا، الحفاظ على أعراض بناتنا، دي جرائم يا جماعة، يعني دي جرائم إلكترونية. وعلى فكرة عاوز أقول لسيادتك ان العديد من البرلمانات في الدول العربية لما جوهم عندنا البرلمان المصري وشافوا تجربة التشريعات بتاعتنا وبالأخص قانون تقنية المعلومات، الجميع أشاد بيه. صح صح والله، لأن احنا قعدنا يوسف بنا، أنا في هذا القانون اشتغلنا فيه أكتر من 73 لجنة ناقشنا كل حاجة. وعلى فكرة من الشفافية والوضوح ان احنا حضرنا معانا كمان الشركات العالمية في جلسة استماع في الوزير تحصل في البرلمان، فرقت في معدل تراجع الجريمة. طبعا النهاردة كنت الأول بتلاقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية كانت بتتلقى بلاغات عديدة في اليوم الواحد في الابتزاز الإلكتروني. بعد هذه العقوبات والحقيقة الإعلام أبرزها بدأت تقل حدة ارتكاب الابتزاز الإلكتروني. النقطة الثانية، احنا لدينا من التكنولوجيا الحديثة، يعني كنا الأول مثلا لما حد يروح يحرر بلاغ في أكاونت ارتكب أي جريمة إلكترونية أيا كانت، يقول لك ده الأكاونت فيك، بيجي ازاي، ده مش أحمد بادة وده مش يوسف الحسيني، مين ده؟ لا، لدينا من التكنولوجيا الحديثة الآن أنها تكشف هذا الأكاونت في أقل من 24 ساعة. وآخر وقعة كانت البنت بتاعت الفستان الأزرق، كشفوا مرتكب الجريمة اللي شير هذا الفيديو على تطبيق تيك توك في البداية، كشفوه في نص ساعة رغم أن الأكاونت فيك، ما كانش من الأكاونت بتاعه، في نص ساعة. أنا بدي حضرتك مثال وأمثلة كثيرة، أي أكاونت فيك، أي أكاونت فيك بيرتكب جريمة إلكترونية سهل جدا أن حضرتك تضبطه وتحدده ويتم اتباع أو اتخاذ الإجراءات القانونية. بطمن حضرتك بقى في ملف الذكاء الاصطناعي، أيوة هناك تعديلات، أيوة هيكون في تعديلات حلو في قانون تقنية المعلومات في الشق اللي يخص الذكاء الاصطناعي. من يرتكب جريمة إلكترونية دي هتحدد بقى حسب الجريمة وحسب الجرم اللي هيرتكب وحسب الفعل. والجزء الثاني، وحدات الذكاء الاصطناعي زي ما قلت لحضرتك في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على سبيل المثال، او وحدات الذكاء الاصطناعي في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للامانه هم شغالين على رصد بعض السلبيات اللي بتحدث وبيتم الرد عليها بسرعه. لا احنا فايقين لده كويس قوي، وان شاء الله في دور العقاد اللي جاي هيكون في تشريعات خاصه وعقوبات من يستخدم السلبيات في الذكاء الاصطناعي، وهتكون مشدده عشان انت تقفل حته ان، لان ده امن قومي زي ما قلنا طبعا. لا يصح النهارده ان انت تقلد صوت واحد، تستخدم السلبيات بشكل كبير جدا، واحنا للاسف عندنا شويه قله وعي في قصه استخدام السلبيات عند البعض. زياده الوعي مهم جدا قوي، زياده الوعي تاني مهم جدا. النهارده المواطن المصري او بعض من المواطنين المصريين ما يزعلوش مني، معلوماته متاحه لدى الجميع، تلاقي النهارده بيدي بياناته، ده الواحد النهارده بقى البعض بيوم الصبح انت بتبقى عارف مكانه وهو فين من الفيسبوك، هو بيشير على هو صفحة. اللي بيكتب انا رحت فطرت كذا ومشيت في الشارع الفلاني وعملت كذا وساكن في المكان ايه ده. الجزء الثاني وده في الشق النهارده، انك ما تتعرضش لاي جريمه الكترونيه وهكذا، سواء في الذكاء الاصطناعي او غيره، في الحفاظ على الحسابات الشخصية للمستخدمين. الحفاظ على الحسابات الشخصية للمستخدمين ده شيء مهم جدا. من يتعرض لأي جريمة إلكترونية أو هاكرز ما بيبقاش محافظ على الحساب الشخصي بتاعه. هتقول لي إزاي؟ دلوقتي الحساب الشخصي بتاعك أنت النهاردة أولا رقم واحد، أي تطبيقات مجهولة ما تدوس عليها، أنا بشرح بالبلدي، ما تدوس على أي تطبيق مجهول طبعا. يجي لك. الجزء الثاني ريكوست، انت النهارده بتلاقي بيجي لك حد بيبعت لك طلب صدق انت ما تعرفوش مين، تروح قبله، طب هو مين ده مين اللي انت بتقبل، خش بقى ممكن يعقل. كان في السنه اللي فاتت او من 8 شهور كان في تطبيق كده ظهر بيقول لك ممكن تشوف سنك وانت عندك 60 سنه، كل اللي داس على ده خلاص صفحته اتسحبت. وساعتها حتى الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات تلقت بلاغات عديده السنه اللي فاتت في ده، وتبين ده تطبيق هكر على عدد كبير جدا من المواطنين وخاصه السيدات والفتيات، خدوا بياناتهم وبداوا يبتزوهم، وطبعا تم القبض على عدد من اللي ارتكبوا مثل هذه الجرائم خلال هذه الفتره. حاجه مرعبه اصل، يعني هنا ده يخليك حتى مثلا لو نفتكر سوا الناس اللي كان معايا، تلاقي عيل اتكلم في التليفون قالوا استاذ فلان انا فلان الفلاني من البنك كذا، قول لي حضرتك بس راح بنحدث البيان، هو تحديث البيانات بالتليفون؟ وبعدين تحدث بياناتي ما عندك، وبعدين عشان احدث بياناتنا انا هروح انا لفرع البنك، انت بتكلمني ليه؟
الله ينور عليك بقى، لان انا كنت لسه هقول لك فلوس الناس. في بقى حاجه جديده بتتعمل دلوقتي ودي رصدناها خلال الاسابيع اللي فاتت. احنا دلوقتي عندنا 45% من الشعب المصري بيتسوق عبر السوشيال ميديا. اه في شركات محترمه وفي اي كلام، وفي متاجر بتستخدم اكونتات فيك، تحط اي اسم ويبدا يتصل بيك مساء الخير يا استاذ يوسف، احنا عندنا منتج كذا، انت بتتواصل، عندك البيت بيتواصل، تلاقيه يعني انت بتتعامل بحسن نيه، ياخد بياناتك بالكامل، اسمه رباعي، السكن، المكان، بياخد بياناتك كامله، المتجر ده، بعض المتاجر، ورصدنا ده، وهناك بلاغات تحررت في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، هو ياخدك تحري انك تدي بياناتك كامله. اولا رقم واحد، احنا دقينا نقوص الخطر وعملنا بيان بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يا جماعه ما تخشوش على متاجر مجهوله، تاكد من سمعه هذا المتجر او طبعا سمعه هذا الموقع، صح، وشوفوا الاول، تاكد هل ده رسمي ومعروف ومعلوم ولا مضروب. 45% من الشعب المصري بيتسوق عبر السوشيال ميديا، وعاوز اقول ان 20% من المتاجر مجهوله وباكونتات فيك وغير معروفه بتقوم بالنصب على المواطنين، ورصدنا متاجر بتقوم بالنصب على المواطنين في الادويه، في الاعلانات عن ادويه، وتم رصدها، والحقيقه الدوله خدت اجراءاتها تجاه ده. انا نفسي اعرف احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ احنا يمكن يجي من 30 سنه والله اكتر، والله الله يديله الصحه يا رب، عادل امام عمل كان كراكون في الشارع لو انا فاكر، بلح الحاج نادي، ايوه اغلى كيس بلح في العالم، يعني مساله النصب بالهمبكه والحاجات دي معروف. انا مش عاوز اقول لك في متجر باع مستحضرات تجميل بكام في اسبوع، تعدى ال 5 مليون جنيه في اسبوع، عامل زي كان متجر. في ولد من الولاد اللي بيعملوا حركه انا البنك دي، الواد ده غالبا كان اجمد واحد في المجموعه العصابيه، وما كانش عصابه لوحده، بطوله. الولد ده من ضمن الاحداث بتاعته انه كلم مثلا يوسف، خد رقم الكارت وخد رقم السريال على ظهر الكارت طبعا، وبعدين بيبدا يعمل عمليات، يقول لك انت جالك دلوقتي الرساله بتاعت البنك بتاعت الاو تي بي، اديها لي كده، فيديها له، شفطه، قال له في اي، بس في حاجه، انت في عندك اي كروت تانية في البيت؟ لانه ده غالبا في مشكله. قال له ايوه، كارت بتاع مراتي ده بجد، اداله كل راح جايب كارت، يا فلانه هاتي بس الكارت بتاع ده، انت البنك الاهلي، في الواد سامح يقول له اه ايه ده الرقم ده اهلي، فالراجل يقول له اه، ما هو النصاب عنده الحرفه ان هو مسلسل. للاسف شديد شفط من الراجل في 6-7 دقايق مرتبه، فضاله الكارت بتاع المرتب وكارت المرتب بتاع المدام طبعا. لا ما احنا طيبين. احنا الحقيقه عملنا بيانات برضو. عاوز بس اقول حاجه يوسف بيه للمواطن يبقى عارف، الذكاء الاصطناعي اوصفه كده، السكينه، كل بيت فيه سكاكين في المطبخ يعني، صحيح، هو سكينه ممكن تقطع بالسكينه دي تفاحه وتاكلها، ممكن السكينه دي تستخدمها في اذيه الاخرين، قطع شرايينك، اختار يا كده يا كده، وبناء عليه التشريعات القادمه او التعديلات القادمه اللي هتكون في قانون تقنية المعلومات ان شاء الله تحقق الرادع لحمايه بيانات المواطنين من اي عمليات نصب الكتروني. سيادة النائب نورتنا وشرفتنا، واتمنى ان احنا نشوفك كتير كده، وبشكرك على اختيار الموضوع الحقيقي. لا بالعكس، ده احنا اللي بنشكرك على قبولك دعوتنا، الوقت متاخر وبتصحى بدري جدا من النجمه. احنا بكره الساعه 9 عندنا وفد برلماني اردني. طيب ينوروا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، باذن الله على خير. واشكرك مره تانية، كل الشكر لسياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. يمكن خلصت الحلقه لحد كده، بس سياده النائب قال جمله مهمه جدا في كل فقره بيتكلم فيها، الوعي الوعي الوعي، ده اول خط حمايه واقوى خط حمايه. هنعمل تشريعات الدنيا والاخره ومفيش وعي، والله ولا الهوى. خلصت الحلقة يا سادة يا كرام، لكن كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10، أما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.